أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة العرب اللندنية، قاسم سليماني في بغداد للملمة ما بعثرته الانتخابات، إيران تحاول إنقاذ المالكي والعامري وضرب علاقة العباد والصدر. في الزمان، أنباء عن تقارب بين المالكي والعامري والعبادي يقلل من وهج فوز سائرون. المدى، القوى الشيعية تطلق بالونات الاختيار أو الاختبار تمهيدا لجولة مفاوضات رمضانية مرهقة. القدس العربي، 62 شهيدا و3188 مصابا، حصيلة المجزرة الإسرائيلية في غزة. الحياة، مواكب الجنازات تطغى في يوم النكبة ودعوات إلى التحقيق وحماية الفلسطينيين. الخليج الإماراتية، أستانة تسعى لا تقدم في حل الأزمة واتفاق على جولة جديدة. في الشرق الأوسط، موغيريني، الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم ضمانات لإيران. تحاول إيران تجديد قبضتها على العراق التي تتفكك تدريجيا كلما جرى الحديث عن استعداد مقتدى الصدر الذي حازت قائمته المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية عبر إجراء اجتماعات مكثفة لإقناع فرقاء سياسيين شيعة بالتحالف لتشكيل الحكومة. صحيفة العرب اللندنية ترى في تقرير لها أن إيران تسعى لتجميع القوى السياسية الشيعية الرئيسة حول رئيس الوزراء السابق نور المالكي وقادة ميليشيات الحج الشعبي عبر تشكيل كتلة صلبة من الممكن لاحقا أن تبني توافقات حولها تغلق الطريق على ائتلاف سائرون. الصحيفة كشفت عن عقد اجتماعين في بغداد بحضور قائد فيلق القدس قاسم سليماني وإشراف مستشارين إيرانيين، وذكر مصدر حضر الاجتماعين أنهما هدفا إلى تشكيل تحالف واسع وإعادة جمع الإخوة الأعداء في حزب الدعوة نور المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، إضافة إلى قائمة الفتح التي يرأسها هادي العامري وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، إلى جانب ممثلين لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي حال فوز الخيار الإيراني فإن سائرون تكون قد فازت في الانتخابات من دون أن تتمكن من تشكيل الحكومة، وبالتالي ستنهار آمال الكثير من العراقيين في محاربة الفساد المستشري في البلاد. وتنقل الصحيفة عن سايمونز دال المحلل في شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان البريطانية قوله إن الأداء الضعيف الذي أظهره العبادي في الانتخابات التشريعية مثل ضربة للنفوذ الأمريكي في العراق، لكنه قال أيضا إنه إلى جانب الولايات المتحدة يبدو أن إيران هي الخاسر الأكبر إلى الآن بعدما تم تهميش الحشد الشعبي عبر تقدم الصدر. ويقول مراقبون في بغداد إن تدخلا إيرانيا في تشكيل الحكومة العراقية القادمة من شأنه أن يعزز حظوظ العبادي لدى الصدر في ولاية ثانية. الصحيفة ترى أن إيران ليست في وضع يسمح لها بتمرير صفقة قد ينتج عنها قيام حكومة غير موالية لها في بغداد، فالمعادلة الدولية لم تعد لصالحها وهي في حاجة إلى إسناد خارجي في صراعها القادم. لذلك سيسعى سليماني إلى الحيلولة دون التوصل إلى اتفاق بين الصدر والعبادي يفضل التحالف بينهما، ومن ثم تشكيل الكتلة الأكبر التي يحق لها ترشيح من يمكنه أن يشغل منصب رئيس الوزراء. لم تختلف بغداد في يومها التالي على الانتخابات البرلمانية الرابعة عما كانت قبله، إذ لم
تنبئ نتائج العملية الانتخابية بإمكانية حدوث تغير حقيقي في البنية السياسية القائمة، ولم يتحقق للذين شاركوا بالتصويت فيها بعض ما كانوا يأملونه، وكذا لم يحظى الذين فضلوا الوقوف على الشاطئ بانتظار أن تأتي المياه بجثث خصومهم بما قدروه. عبد اللطيف السعدون يرى في صحيفة العربي الجديد أن هذا يعني أن سنين أربع عجاف أخرى قد تلحق بسنين العذابات والهموم والمصائب التي عاناها العراقيون في ظل احتلالين لا أقسى منهما ولا أمر. هناك ثمة مؤشرات يخرج بها المراقب من هذه التجربة قد تشكل أساساً لرؤية أكثر واقعية. أول تلك المؤشرات أن نسبة المشاركة في التصويت تجاوزت 44% بحسب مفوضية الانتخابات، وفي حدود 30% بحسب محايدين، تعني أن ثمة من اعتقد أن في الوسع إصلاح العملية السياسية من داخلها، وثمة من آمن بأن تعلم الديمقراطية يحتاج زمنا أطول. وسيدرك كلا الطرفين أن السنوات التي مرت رسخت وجود بنية حاكمة جاهزة للعض بالنواجذ على ما حققته من ثروة وسطوة إذا ما شعرت بما يهدد امتيازاتها، وهذا كله لا يؤسس إمكانية لتغيير جاد وحقيقي. وثانيها أن نسبة المقاطعة كانت عالية، فمعظم المقاطعين كانوا يعبرون عن موقف وطني محسوم يسعى إلى إسقاط العملية السياسية القائمة وإنضاج عملية سياسية وطنية تتجاوز المحاصصة وتعتمد المواطنة، مدركين أن نجاح المقاطعة هو بداية الطريق وليس نهايته. وثالث هذه المؤشرات أن بعضاً ممن رفضوا العملية السياسية قفزوا إلى القطار في آخر لحظة وشاركوا في لعبة الانتخابات، وقد فشلوا في الحصول على ما أملوه وعادوا يجرون أذيال الخيبة، لكنهم بخطوتهم تلك أعطوا خصومهم نقطة إضافية. الكاتب يشير إلى أن رابع هذه المؤشرات هو صعود التيار الصدري والمتحالفين معه من يساريين ومدنيين على نحو لم يكن متوقعا، وهو الصعود الذي يزعم عديدون أنه قد يؤسس لبلورة جبهة عريضة تقود تحولا يتجاوز المحاصصة الطائفية والعرقية، فيما لم يرى آخرون في ذلك كله أكثر من بالونات اختبار. القصد منها إعادة الحياة للعملية السياسية التي توشك على الموت في صيغة منقحة. وفي النهاية يدرك المواطن العادي الغارق في مشكلاته اليومية ألا شيء يمكن أن يغير الحال في المدى المنظور على الأقل. يمكن القول بدون عناء أن انتخاباتنا البرلمانية الأخيرة باطلة أو مشكوك فيها، نظرا لعدم الالتزام بالإجراءات والوعود التي تحدثت عنها مفوضية الانتخابات لأشهر ودافعت عن الكلفة الإضافية التي تزيد على 300 مليون دولار المنفقة لاستيراد صناديق خاصة فيها إمكانيات للعد والفرز الإلكتروني وما رافقه من استئجار أقمار صناعية، وذلك لإيصال النتائج بسرعة وأمانة. صاد عراجي يقول في صحيفة المدى إنه على الرغم من أن الانتخابات في معظم بلدان العالم تظهر نتائجها خلال أقل من يوم ومن دون كلفتنا العالية، إلا أن انتخاباتنا لم تحقق أول أهدافها المتمثل في الكشف الأمين عن رأي الناخبين رغم الإنفاق الهائل. القوائم المتنافسة مارست انتهازية عالية في الضغط على المفوضية، فهذه القوائم لم تعلن رأياً قاطعاً ونهائياً بمجرد انكشاف الكارثة، بل استمرت في المناورة على أمل الانتفاع من الانهيار وزيادة حصتها من الأصوات بفضل التأخير والمماطلة، بعدما كان المنتظر إعلان نتائج كل مركز انتخابي لحظة إغلاق صناديق الاقتراع. القوائم وقادتها يعتمدون على عذر أن الأمور بخواتيمها، بينما الأصل أن ما بني على باطل فهو باطل، وإن هذا الأساس الهش للدورة البرلمانية القادمة سيترك أثره على كل شيء، وابتداء من تشكيل الحكومة.
فالذين يتوافقون على تغطية عورات الأداء الانتخابي سيتوافقون على تورية عورات الأداء البرلماني والحكومي. القوائم التي حققت فوزاً مهماً لن تجازف بفوزها وتنتقد المفوضية وخروقاتها خشية أن تخسر فوزها الذي انتظرته طويلاً، والقوائم التي حصدت مقاعد قليلة تريد الاستفادة من تأخر إعلان النتائج لحماية وزيادة ما حصلت عليه، عسى أن يأتيها مقعد ولو من ثغرة صناديق الخارج التي لا يعلم أحد أسباب تأخر إعلان نتائجها أكثر من صناديق الداخل، أو لاستغلال الوقت للتفاوض والمناورة بحثاً عن حليف مناسب يمنحها حصة جيدة في السلطة. الكاتب يرى أن أي تعهدات بالتزام النزاهة والإصلاح لن تكون حقيقية فيما إذا قبلت القوى المتعاهدة بالأداء المتهاوي في الانتخابات والنكوص وتضييع الأموال والأصوات وتدمير أساس النظام السياسي وتعريض أمن المواطنين والبلاد للخطر، باعتبار أن الخروقات الانتخابية تقوض شرعية النظام السياسي رغم إصرار القوى الداخلية والخارجية على ترميم خروقات الانتخابات بصفقات التوافق التي تحاول نزع فتيل الأزمات بتحاصص السلطة، ليكون ضعف الأداء الانتخابي هو أساس المحاصصة التي يشتمها جميع الساكتين على الخروقات. ربما تكون المندوبة الأمريكية إلى الأمم المتحدة نيكي هيلي محقة في قولها إن إسرائيل مارست ضبط النفس أثناء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين أول أمس، فعندما يتمدد جنود مدججون بالسلاح على تلال ترابية ويطلقون النار من دون وازع على مدنيين عزل مكشوفين يكون من ضبط النفس فعلا ألا يسقط أكثر من 60 ضحية. حسام عيتاني يقول في صحيفة الحياة إن هيلي تحاول أن تقنعنا أن الجنود الإسرائيليين اكتفوا بهذا القدر من القتل في حين أنهم كانوا قادرين على ارتكاب مذبحة أغزر سفكا لدم الفلسطينيين. هذا نوع من ضبط النفس يتفق تماما مع تصور المندوبة لعملية السلام التي لم يعرقلها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بأي شكل. ينبغي القول إن الفكرتين تنسجمان فيما بينهما، قدر مضبوط من القتل يسير يدا بيد مع تحطيم واحد من أسس التسوية المفترضة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمتمثلة في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. امتناع الجنود الإسرائيليين عن إطلاق النار على المزيد من الأجساد والرؤوس الفلسطينية هو المكافئ الموضوعي لتصور حكومة نتنياهو وإدارة ترامب لعملية السلام، ذلك أن ليس لدى أي من هذين الطرفين أدنى نية ولا أي تصور لما يجب أن يكون عليه السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الانزلاق إلى خطاب شعبوي يستحوذ به ترامب على رضا جمهور المؤيدين لإسرائيل هو الصفة الجاهزة لاندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات على الظلم التاريخي للفلسطينيين. في المقابل تبدو حكومة نتنياهو في شوق إلى هذه الاحتجاجات باعتبارها الوسيلة الأسهل والأقل كلفة لتوجيه الرسائل إلى الفلسطينيين عبر عبث مقارعة الاحتلال بهذه القيادة وهذه الفصائل وهذا العالم العربي. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن العنف هو الوسيلة الوحيدة الباقية في جعبة اليمين الإسرائيلي الحاكم، والتضحية والاحتجاج هما الأداتان اللتان لم يعد الفلسطينيون يملكون غيرهما، وهكذا انقضت الأعوام السبعون الأولى على النكبة الفلسطينية. لم يقف الأمريكيون عند حدود نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وافتتاح السفارة الجديدة، بل منحوا الإسرائيليين الضوء الأخضر لما هو أعظم، أي تكريس اعتبار القدس
كل القدس عاصمة لإسرائيل بعيدا عن قصة عاصمتين شرقية وغربية. ماهر أبو طير يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الذي قال إن الوصاية على القدس وما فيها هي لإسرائيل يلامس هنا أمرين اثنين، أولهما الوصاية السياسية على القدس من حيث شمولها إسرائيليا لكل المدينة، كما أن الوصاية الإسرائيلية المطلقة هنا مست أيضا الوصاية الأردنية على الأقصى. كوشنر يمنح الإسرائيليين الضوء الأخضر للتجاوز على هذه الوصاية الأردنية على القدس كليا، باعتبار أن هذا المواقع تحت حكم إسرائيل وتحت وصايتها المطلقة. لا نعرف من حيث المبدأ هل تتعمد واشنطن أن تتعامى عما يجري في المنطقة بشكل كلي، أم أنها فعليا تستعرض قوتها على كل المنطقة فتشطب حقوق من يستحق وتمنح الحقوق لمن لا يستحق، ولا تأبه حتى ببقية الحلفاء والشركاء في المنطقة من أجل إرضاء إسرائيل. كل هذا يقودنا إلى الاستخلاص الذي يتكرر دوما، وهو ليس سرا ولا جديدا، إذ إن تفريط العرب بجزء من القدس وبأغلب مساحة فلسطين المحتلة وقبول الاعتراف بإسرائيل من جانب جهات عدة تحت عنوان الثمن المؤجل القادم على الطريق، أي دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كان مجرد وهم وتخدير حتى تمر كل هذه السنين. وقد اكتشف كثيرون ومتأخرا أن المشروع الإسرائيلي لا يقف عند حدود، بل يعيد أولئك الذين صدقوا هذا الوهم إلى المربع الأول، أي أن فلسطين هي فلسطين، ويستحيل أن تكون هناك أنصاف حلول سياسيا ودينيا. وبحسب الكاتب، يبقى السؤال حول الذي ستفعله إسرائيل ضد القدس والحرم القدسي بعد الذي قاله كوشنير، متبرعا بما ليس له وليس في جيبه إلى ما من هو ليس في أرضه وليست في جيبه أيضا حتى النهاية. بينما كانت الحشود تحتفل بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وكان المفدون الأمريكيون ومستقبلوهم من الإسرائيليين يعبرون عن الفرح والابتهاج بهذه المناسبة، كانت أعداد القتلى والجرحى في المذبحة في غزة تتصاعد. فهل كان المحتفلون بالقدس يرقصون على جثث القتلى بغزة دون ما وخزة من ضمير؟ في هذا الإطار، ديفيد هيرست يتساءل في مقاله بمجلة The Middle East Eye البريطانية عن ما يكون قد جرى لضمائر المستشار السياسي للرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر والآخرين، وذلك أثناء الحشد المرح في حديقة القنصلية الأمريكية بالقدس في حفل افتتاح سفارة الولايات المتحدة هناك. الكاتب يقول إنه لا يمكن لكوشنر وزوجته إيفانكا ترامب التعذر بالجهل إزاء الدماء الفلسطينية في غزة، حيث كان عدد القتلى والجرحى منهم على أيدي القوات الإسرائيلية آخذا في الارتفاع. ويضيف الكاتب أن عدد القتلى الفلسطينيين في غزة كان قد ارتفع إلى 61، وأن عدد الجرحى كان قد بلغ 2700، وذلك بطلقات نارية إسرائيلية حية. ويتساءل، ألم تكن هذه الدماء الفلسطينية كافية للحد من حماسة المجتمعين في القدس المحتلة بهذا الاحتفال؟ أو أن يخطر ببال كوشنر أن يعدل من نص كلمته التي تعبر عن الابتهاج؟ بل إن كوشنر مضى في كلمته وكأنه رسول جاء ليبلغ الناس، ولم يكن كوشنر موجوداً في الاحتفال بوصفه ممثلاً للرئيس ترامب فحسب، فهو أيضاً المكلف بملف السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بيد أنه وصف المذبحة التي كانت تجري في غزة بالقول إن أولئك الذين يثيرون العنف هم جزء من المشكلة وليسوا جزءاً من الحل.
ويقول الكاتب إنه ليس من عذر لآل كوشنر بأنهم كانوا شهودا على كارثة تختلف عن تلك التي نجمت عن تدافع البشر، فلقد كان القتل الجماعي ضد الفلسطينيين في غزة متعمدا ومع سبق الإصرار. ويضيف الكاتب أن القناصة الإسرائيليين كانوا ينفذون ما يمليه عليهم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي صرح بأنه لا يوجد أناس أبرياء داخل قطاع غزة، ويشير إلى إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاصة بشكل عشوائي على الفلسطينيين المتظاهرين في مسيرة العودة في غزة، بيد أن الحشد المرح في القدس المحتلة كان يصفق. ويختتم الكاتب بأن مذبحة غزة تجري الآن بالضبط وأمام أعيننا. أصبح في إمكان الأشخاص المعتادين على إضاعة مفاتيحهم أن يتخلصوا منها إلى الأبد، وأن يبدلوها بشريحة توضع تحت جلد الأصبع تفتح الباب تلقائيا لدى تمرير اليد عليه، بحسب صحيفة القدس العربي. أوليرغا البالغة من العمر 28 عاما واحدة من 3000 شخص في السويد بدأوا في اعتماد هذه التقنية، فقبل عام وضعت شريحة تحت جلد إصبع يدها صارت بديلا عن البطاقات التي كانت تستخدمها لفتح الباب ولدخول النادي وحتى لركوب القطار، وبذلك تحل هذه الشرائح محل المفاتيح والبطاقات المتعددة التي يحملها الشخص في محفظته، ومنها ببطاقات القطار. فبمجرد أن يجري حجز المقعد على الإنترنت تنتقل هذه المعلومات إلى الشريحة وتصبح قادرة على فتح الباب المؤدي للقطار. ويؤكد مصممو هذه الشرائح أنها لا تبث أي معلومات إلا حين يمرر الشخص يده فوق الشاشات المخصصة. والآن نشاهد وإياكم رسوم الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.